وكل سنة وحضراتكم طيبين. خلصت كل أيام العيد، ربما هذا العيد كان مختلف بعض الشيء عن باقي الأعياد. العيد ده كانت درجات الحرارة فيه في معدلاتها الطبيعية، بل كانت أفضل من المعدلات الطبيعية، يعني حصلت مفارقة عجيبة جدا ربما لفتت أنظار كل خبراء المناخ. كان من نعم ربنا علينا أن الطقس والأجواء كانت كويسة، يعني درجات الحرارة كانت في المعدلات الطبيعية، ما كانش الجو حر قوي. ده كان فرصة لبعض الناس أنها تستمتع بالعيد والأجازات، سواء الناس اللي سافرت في المدن الساحلية أو الناس اللي خرجت تتفسح في الحدائق العامة. المفارقة أن مصر وباقي دول شمال شرق أفريقيا كان فيها درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، يعني أقل من المعدلات الطبيعية لموسم الصيف، ولهذا الشهر من شهور العام. لكن دول أوروبا، وده الغريب جدا، كانت بتعاني من موجة حر قاسية جدا. موجة حر في أوروبا لسه مستمرة وهتكمل لمدة أسبوع وأكتر. الجهات المسؤولة في أوروبا أصدرت تحذيرات من خطر اشتعال الحرائق في الغابات، وأصدرت أيضا تحذيرات من تعرض بعض المناطق للجفاف. مفارقة عجيبة جدا جدا يا منى، في منتهى الغرابة. ولو احنا عدينا مع بعض المرة دي المرة الرابعة السنة دي اللي يحصل فيها حاجة زي كده وتكون موجة الحر شديدة جدا في أوروبا، ده بيقول لنا حاجة واحدة بس، ان فعلا التغيرات المناخية بقت أمر واقع على كل الدول، كله لازم يكون عنده دور في معالجة القضية دي. يمكن احنا عندنا هنا في مصر كنا من أوائل الدول اللي انتبهنا لخطورة الملف ده، عشان كده في شهر نوفمبر اللي جاي شرم الشيخ هتستقبل زعماء ورؤساء دول العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وده أكبر تجمع عالمي لمعالجة التغيرات المناخية. كمان توفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة النظيفة عشان تقلل الاحتباس الحراري والانبعاثات اللي هي بتاعة الكربون والغاز وغيرها. بالظبط، كلنا عارفين ان يعني درجات الحرارة في العالم ارتفعت درجة ونص. العالم بيسعى ان بحلول نهاية هذا القرن ما ترتفعش لدرجتين، ان لو حصل درجتين الموضوع هيبقى كارثه. لو حصل 4 درجات زي ما كان قال بوريس جونسون هتغرق مدن كامله باكملها لو ال4 درجات دول حصل. انا بتكلم يا جماعه، ده تم رصده من اوائل، من بعد يعني من بدايه القرن العشرين كانت درجات الحراره في العالم كله مستقره. 5 بليون سنة عمر كوكب الارض، اخر 100 سنه بس هي الازمه. العالم كله مهتم بهذا الامر او بهذا المؤتمر اللي هو COP27، بيراهن على توصياته وعلى نجاحه، بينتظر من الدول الكبرى اللي هي كانت سبب الأزمة حلول واقعية ومباشرة لأزمة المناخ. لأن التغير المناخي مش بس متعلق بالطقس الشديد أو البرد الشديد، لا، أيضا متعلق بملفات مهمة جدا، متعلق بالأمن الغذائي لأنه هيأثر على المواسم الخاصة بالمحاصيل الزراعية، فبطبيعة الحال هي خصائص هذه المحاصيل هتتغير، وكمان أيضا الأمن المائي أنه هيأثر في كيمياء المياه، وده اللي حصل في العالم بالفعل. يعني إحنا مش بنقول حاجة، لا، التغيرات المناخية فعلا أثرت على العالم بأكمله. يمكن عشان كده إحنا في بلدنا اشتغلنا على القصة دي من بدري، اشتغلنا على فكرة التحول للاقتصاد الأخضر أو المشروعات اللي بتعتمد على الطاقة النظيفة، زي مشروعات القطار الكهربائي اللي تم افتتاحه من كام يوم، المونوريل، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المشروعات الزراعية الضخمة، ومحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية. يمكن المشروعات دي تكون إن شاء الله أفضل وجهة لمصر تظهر بيها في مؤتمر شرم الشيخ اللي جاي. عشان كده عايز أقول لكم إن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.